لا مع حضرتك بأكبر مشكلة بتواجه الناس هنا، ومش في بحر البقر بس، ده موجودة في كفر الشيخ، موجودة في دمياط، وهي نفوق الأسماك. فجأة المربي يصحى من النوم يروح مزرعته يلاقي السمك على الجناب. إيه الأسباب؟ لازم نرجع للعلم. تمام، خلينا يعني هاخد بداية حديثي من العرض اللي حضرتك عرضته. إحنا بالفعل حصل عندنا تغير، حصل عندنا وقع بقالنا 4 أو 5 سنين في زيادة في معدلات النفوق في السمك. خلينا ناخد الموضوع من أساسه وبوضوح أو بترتيب سهل خالص. سمك الصراع السمكي بصفة عامة هو تركيبة كده، منظومة كده ما بين السمكة اللي انت زارعها والمية اللي انت زارع فيها، أرض اللي انت منشئ فيها الحوض أو الوحدة بتاعتك، والعلف اللي انت بتحطه. خلينا نشوف العوامل اللي موجودة دي ايه اللي اختلف فيها. أعتقد الأرض هي هي، اعتقد ان الزريعة، اعتقد ان احنا بنعتمد على نفس المفرخات. عندنا العلف، اعتقد ان صناعة انتاج اعلاف السمك في مصر شهد تطور غير مسبوق. بقى عندنا تكنولوجيات، احنا بنتكلم النهاردة في ان جراند هتصدر لآسيا. يبقى انا علف ما عنديش مشكلة، ارض ما عنديش مشكلة، مناخ اعتقد ما حصلش فيه تغير كبير خالص، زريعة اعتقد ان هو ما يوصلناش للمرحلة دي. يمكن الاختلاف الاساسي هي جودة المية أو حالة المية اللي راحة للمزارع السمكية، سواء كانت المزارع دي مزارع مية عذبة أو إن كانت مزارع مية بحرية. خلي بالك بقى إن دوت جه في نفس التوقيت مع اتجاه تاني، جه في نفس التوقيت مع إن الناس عمالة تزود كثافات. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي وصلنا لمرحلة إن بقى فيه وفيات كتيرة؟ أبسط الأمور، أنت أصبحت الأسماك المستزرعة بتتعرض لمعدلات إجهاد عالية جدا. اللي أنا بقول لحضرتك ده إجهاد. فإذا إحنا التضاد ده اللي حصل، ده الاتجاهين اللي إحنا ماشيين فيهم عكس بعض، ده وصلنا للحالة دي. إحنا بنحط الأسماك المستزرعة تحت إجهاد شديد، هذا الإجهاد يتسبب في سهولة إصابة السمك بأي مسبب مرضي. أنا موافق على الكلام ده، بس عايز أفهم إيه الحل بقى دكتور. دلوقتي عندنا شواهد بتقول إن فيه نفوق وفي مية غريبة جدا. أيوة. فيها كل حاجة مرتفعة. أيوة. ومفيش أي بيئة مناسبة للسمك. أيوة. نخلق له بيئة إزاي؟ الحلول، الحلول أولا إنك أنت تقدر الوضع عندك، تشوف ميتك شكلها إيه، أنا بتكلم عن المزارع، تشوف ميتك اللي متوفرة عندك شكلها إيه، وتعمل لود أو تعمل حمل أو تسكن العدد اللي يتناسب مع إمكانياتك المائية. ده رقم واحد. رقم اتنين، طب انت حملت بالصورة المنضبطة، تشوف بقى ايه هي الاستراتيجية اللي انت تقدر بيها توفر، انا اسف استخدام كلمة استراتيجية، تشوف الظروف اللي انت ممكن انك انت توفر بيها للسمك اللي انت مربيه ده ظروف ينفع يعيش فيها. يعني ان كان عندك معدلات الاكسجين منخفضة تجيب وسيلة تهوية، ده اول طريق ان انا اجود من المية. اجود من المية رقم واحد، احسن من محتوى الاكسجين او ازود من محتوى الاكسجين الدايب في المية، وعندنا ليه وسائل كتير خالص. يبقى عنصر ضعف الاكسجين او مستوى الاكسجين دايب في المية قضيت عليه، ده يمكنني من حاجات كتير خالص. يمكنني ان انا اكل بنسبة كويسة، اكل بتكرارات كويسة، اعمل معامل تحويل كويس، السمكة تمثل كويس طالما وفرت لها الاكسجين الحلو. طب والامونيا اللي بتعلى دي هنعمل فيها ايه؟ بص، الامونيا، الامونيا السامة على الاقل هي ليها صورتين، صورة سامة وصورة غير سامة، والصورة السامة دي تزيد مع درجة الحرارة العالية قوي، وتزيد مع مستوى البي اتش العالي قوي، المية القاعدية، او تزيد معها مستوى الامونيا السامة. من الوسائل السهلة اللي يمكن الناس ما بتنتبهش ليها، اكبر مستهلك لمحتويات الامونيا او لمحتوى الامونيا اللي موجود في المية الطحالب. الخضار اللي موجود في المية ده يستطيع انه يستنزف كميات كبيرة جدا من الامونيا، بس هو ما بين نقيدين، ياخد منك الأمونيا بسهولة، بس خلي بالك إن كثافة الطحالب الكتيرة في المية تستهلك منك أكسجين أثناء فترات الليل، فمحتاج حكمة في التعامل معها. فأول مستهلك للأمونيا إن يبقى محتوى الطحالب أو محتوى البلانكتون الموجود في المية جيد، يستطيع بيه إن أنا أتخلص من قدر من الأمونيا. في وسائل تانية كتير خالص بقى، منها اللي شايع قوي دلوقتي في مصر، استخدام البروبيوتكس. دي البكتيريا اللي حضرتك قلت عليها، بس قلت ليها ضوابط، عرفنا ضوابط استخدامها عشان يعني مرمش جراكن. من ضمن الأخطاء الشائعة جدا إن الراجل يقولك ده خافض أمونيا، يعني الناس في الشائع مسمينه خافض أمونيا، أروح أجيب الشكارة بتاعت خافض الأمونيا دي أحطها في الحوض، فالمفترض إن الأمونيا عندي تقل. إحنا مش بنضيف مادة كيميائية، إحنا بنضيف كائن حي. كائن الحي ده زي ما السمكة اللي انت بتضيف لها ليها احتياج، الكائن الحي اللي انت بتضيفه ده برضه له احتياج، احتياجه بمنتهى من حسابه في الاكسجين. طبعا لازم توفر له محتوى الاكسجين المناسب الى ان هو يحصل له اكسار ويفضل عايش ويستطيع انه يتغلب لك على الامونيا اللي موجوده، ماذا والا تبقى مشكله. الاهم كمان، الناس بتحط البروبيوتيك ده بترميه، يعني بتعتبره دواء،
هو مش دواء، هو بروتوكول أبدأ بيه من أول يوم في الاستزراع لحد آخر يوم. بعمل نوع من أساسيات الحوض ده قبل الزريعة كمان، عايز أعتمد عليه في إن هو يخلصني من كمية من الأمونيا، لازم أعمله بروتوكول. لذلك تلاقي الشركات المحترمة اللي بتطلع بروبيوتكس تديك ليها سكيمة كده، تقول لك أول يوم من الاستزراع عند وزن كذا حط 200 جرام للفدان، وبعدين 250، وبعدين 300، والدرعة كل أسبوعين، يعني انتظام في الجرعات بكميات محددة. الكلام ده مش بالصدفة، الكلام ده محدد نتيجة أنظمة محددة أنا عايز أوصل لإيه. طيب اتعودنا على نظام الأحواض المفتوحة، 2 فدان 5 فدان، ولكن شفنا نظام حركة كلمت عنه النهاردة، احنا شفناه في العباسة، ودول ناس معلمين سمك زي ما احنا برضو معلمين في العلم في زراعة، هم برضو معلمين في السمك وعملوا تجربة هائلة جدا. حوض خرساني في النص حوالي 2% من مساحة الأرض والمية بتلف حواليه. عجبني قوي ان حركة النهاردة بتأكد ان ده واحد من أهم أنظمة الزراعة اللي جاية اللي لازم نركز فيها. مليون في المية. ايه هي واحكيها لنا؟ طيب يعني انا اشرت الحاجتين، ان من ضمن الانظمه المغلقه اللي احنا المفروض ان احنا نبدا ان احنا نتحول ليها، احنا شئنا ام ابينا لازم هنروح لانظمه مغلقه. زي ما حضرتك بتقول الانظمه المفتوحه دي لن تستمر، تحولنا للانظمه المغلقه دي له وسائل كتير خالص. انا النهارده قلت للمزارع البسيط خالص، انت لو قفلت الميه جوه مزرعتك وحركتها بس داير ما يدور كده انت عملت نظام مغلق. شرحت النهارده برده او اشرت بصوره بسيطه خالص لنظام احواض السباق او الامبوندريسوي. ايه اللي بيحصل في الموضوع دوت؟ هو ان انا الحوض الارضي اللي عندي ده ان انا عايز له 5000 متر ميه عشان اغيره مره واحده، وعايز اصرف 5000 متر ميه عشان اتخلص منه فدان واحد، حتى عايز تدخل 5000 وتخرج 5000، الضخم الرقم الضخم ده من الميه. انا استطيع ان انا اتغلب عليه بان انا اخلق نواه جوه الحوض، اخلق سنتر جوه الحوض، وحده مكثفه من 2-3% من اجمالي مساحه الحوض، وباقي الحوض بالكامل، بقيت مساحة الحوض بالكامل تشتغل كفلتريشن يونت أو فلتريشن إيريا لكل الحوض ده. دايرة بتلف حوالين النيوكلاس دي أو بتلف حوالين السيستم دوت بصورة منتظمة عن طريق استخدام وسائل تهوية بدلات، تحرك المية حركة دائرية كده بكامل الحوض، بحيث إن الوحدة دي يبقى بتتحرك جواها المية 24 ساعة في اليوم، بيحصل لها إزاحة 24 ساعة في اليوم، الوحدة دي أصبحت المية كلير ووتر فيها تماما، المية نفسها بيتم دفعها داخل الوحدة بنظام بيسمى الإيرليفت بامب أو رفع المية عن طريق الهواء، فبتخش في صورة بابلز، تعلى مستوى الأكسجين جيد جدا، بيبقى عندي مستوى أكسجين عالي، معدلات إزاحة عالية جدا. وبعد الوحدة ده مكلفة بقى دكتور الحاجات دي؟ مش مكلفة لو قارنتها باللي انت بتصرفه على معالجة المية أو على فوق السمك أو على تغيير بالضبط بالضبط أو حتى لفوق السمك. أنا ما أشرش لفوق السمك، لما حضرتك برضو بتضيف لي لفوق السمك كمية الفلوس اللي أنا هصرفها على تغيير المية، كمية معالجة المية اللي أنا ممكن أضيفها عشان أقدر أن أنا أستمر بنفس المية، كل ده حطه على النقيض باستخدام الطاقة لتدوير المية حوالين السل دي. وأنا قلت لحضرتك إن هم عاملين نموذجين أو وحدتين، وحدة مبنية من الخرسانة بالكامل، أعتقد دي أكثر تكلفة إلى حد ما، والتانية بالاعتماد بها على أعتقد ألواح خشبية أو بلاستيك حاجة زي كده.